مشاهدينا، قبل ما ننهي حلقتنا مع حضراتكم تعالوا نستعرض بعض التوقعات لنتائج مباراة اليوم في كأس العالم في فقرتنا اللعبة. محمد فايز بيقول صباح الخير عليك يا فرح. صباح الخير عليك. أعتقد أن النهاردة صربيا أقرب للفوز، والبرتغال وكوريا الجنوبية والبرازيل ما فيش كلام. السيد الجمال بيقول الكاميرون، كوريا الجنوبية، البرتغال إن شاء الله. أما محمد العراقي بيقول الكاميرون 2-1 أمام صربيا، غانا 2 أمام كوريا الجنوبية، البرازيل 3-0 أمام سويسرا، وأخيرا البرتغال تعادل أمام الأوروغواي.